الإمارات تعزز موقعها العالمي في تجارة الشاي والصناعات المرتبطة بها، وشركة جوندلاخ الألمانية تفتتح بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة مصنعا جديدا لها في منطقة جبل علي. محمد سليمان والمزيد من التفاصيل. تمكنت الإمارات خلال الفترة الماضية من احتلال المركز الأول عالميا في تجارة الشاي، حيث بلغ وزن مادة الشاي المستوردة والمعاد تصديرها عبر الإمارات خلال العام الماضي أكثر من 8500 طن، أو ما يعادل 60% من حركة التجارة العالمية للشاي. أما قيمة هذه التجارة فبلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو ملياري دولار. دبي من قبل كم من سنة أصبحت ثاني أكبر مركز لإعادة تصدير الشاي. اليوم دبي وصلت للمرحلة الأولى عالميا في إعادة تصدير الشاي، ففي فرصة غير مستغلة في هالمجال واستغلوها جوندلاخ مع شراكة في مركز السلع المتعددة. مركز دبي للسلع المتعددة الذي يشرف على مركز دبي لتجارة الشاي وبالشراكة مع شركة جوندلاخ الألمانية، جرى اليوم في جبل علي افتتاح مصنع هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة لطباعة وتغليف عبوات الشاي. نحن المزود الرئيسي لهذه المنطقة منذ 13 عام ولدينا عملاء كبار في دبي. نحن نعرف أن دبي مركز تجاري كبير في الإمارات والمنطقة، ويسعدنا جدا أن نمتلك حاليا كامل عملية تجارة وتعبئة الشاي. وجود الشركات العالمية لتجارة الشاي واحتياجاتها في دبي يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة هذه المادة الحيوية، ويضعها على رأس قائمة اهتمام المنتجين بسبب الموقع التجاري الاستراتيجي للإمارات، حيث تعتبر بوابة لمنطقة تضم أكثر من 2.2 مليون مستهلك. مؤشر الإمارات للشركات العالمية يرتفع شيئا فشيئا باحتضانها جميع الشركات في مختلف القطاعات. لقناة الشارقة الفضائية، محمد سليمان، دبي.